كواليس كواليس كواليس. مين الممثل اللي ما بتحبش تشتغل معاه؟ بحبش الشخص يعني النوعيه طيب. الممثل اللي ما بيسمعش الكلام. انا قلت دايما قبل كده كان في ممثل هنا في عمل معايا عمله وما عملش تاني. بقول له ما ينفعش تقول الجمله دي لان بعد يقول لي فنيجي في نصور يقولها او شو ذلك ما نقولش يقولها متمسك بالجمله لا انت كده هتضر المسلسل فابتدى تنشن عليه فلما تنشن عليه هو يقفل فيطلع المشهد شكله وحش فبنسميها وكمان كواليس وحشه كواليس عارف يعني ايه كواليس وحشه انا انتوا جايبين الساعه كذا وانا ما صورتش ومفروض اصور الساعه لا كذا. دي ما بتتقالش في المجد دي بالظبط لا فايه يعني ده انا ما بحبش الممثل ده صراحه انما احنا كلنا هنا اصحاب واخوات ف الكتابه في حقبه زمنيه معينه اسهل ولا اصعب؟ الاصعب لان فيها جزء بحث الاحداث التاريخيه اللي حصلت كانت ايه يعني انا مثلا كنت لازم اعرف الاسكندريه الغارات اللي حصلت فيها كانت في 41 دي حصلت غارات فعلا ولا ما حصلتش ما بكونش بقى كتبت التاريخ غلط يعني صح عمر لما قال ان هو توفى في الجيش وانا وديته منطقه العالمين بيقول لابوه في الجواب انا رحت للعالمين لا دورت هل العالمين دي كان فيها حرب ولا لا كان يعني فيها في يعني في امانه فعلا في الكتابه في الحقبه الزمنيه اللي العالمين كان فيها أمانة. حرب بين قوات الالمان والقوات البريطانيه وكان في بعض الكتاب المصريه بتحارب معاه في موقعات العالمين دي فكان لازم في المسلسل اقول ان ده راح العالمين عشان العالمين فعلا بجد في الوقت ده كان فيها حرب ففعلا لا دورت كتير في طيب الموضوع ده انا برضه عايز اسال سؤال بس استاذ محمود اذا كان عندنا متاح ان احنا نعمل شخصيات مثلا تاريخيه نقدمها تحب انت تقدم شخصيه مين او تكتب شخصيه مين وتقدمها ك يعني شخصيه تاريخيه انا اكتب شخصيه مين لو هنتكلم عن شخصيه تاريخيه يبقى خالد بن الوليد الله نفسي 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 الله ونفسي اعمل حاجه فعلا في المجد في الحقبه دي